أختبر اليوم نموذجاً مميزاً لا يوجد منه سوى 50 نسخة. هذا الموديل يحمل الرقم 33 من حافلة T2 من فولكس فاجن. هناك 50 نسخة فقط من فولكس فاجن T2 التي تعتبر في ألمانيا ومنذ مدة سيارة أولد تايمر. قد يبدو الأمر غريباً ويقتضي البحث. هذه الحافلة هي نسخة تذكارية صنعت عام 2007، وفي هذا العام بالضبط احتفلت فولكس فاجن بمرور 50 عاماً على إنتاج T2 في ألمانيا، حيث لم يعد ممكناً شراء نسخ جديدة منها. الصعود إلى داخلها يعيد المرأة إلى ذكريات الماضي. حتى عام 79 كانت T2 تنتج في ألمانيا، ورغم ذلك لا يمكن تصنيفها كأولد تايمر لأن تصنيعها بقي متواصلاً في البرازيل حتى عام 2013، وقد أنتج منها نحو 4 ملايين نسخة. نموذج T2 هذا أنتج في البرازيل وليس في فولفسبورغ، إلا أنه نموذج مألوف على الطرقات الألمانية. لا أحد يمكنه أن يتخيل أنه حديث الصنع. مقارنة بالسيارات التي تعودنا عليها فإن T2 لا تتسم بتقنيات متطورة، فعند قيادتها نرى أن المقود غير ثابت وتغيير السرعة يحتاج إلى وقت طويل. نظرة بسيطة في الداخل تجعل قلوب سيارات أولد تايمر تهتز. في علبة التروس 4 سرعات للأمام وواحدة للخلف. ويعرف T2 في البرازيل باسم كومبي. كل شيء يظهر جميلا. الكثير من التفاصيل مثل ناقل الحركة والأزرار والمقبض تبدو وكأنها حديثة. لنلقي نظرة على البرازيل، هنا لا زال موديل T2 جزءاً أساسياً في الحياة اليومية للبرازيليين. في المدينة نرى هذه السيارة بكثرة. وفي لقاء خاص بT2 تعرض جميع نسخ هذا الموديل الذي يحبه البرازيليون كثيراً. في ألمانيا أيضاً حافلة فولكس فاجن كانت ولا تزال محبوبة، والسر يعود ربما لتنوعها ومتانتها. ينظر إلى هذه السيارة كسيارة مغامرة وفضاء لتقاسم الذكريات مع الأصدقاء. وهذا الموديل مؤلف من 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ9 أشخاص. حتى ولو أن المقاعد تبدو للوهلة الأولى بسيطة إلا أنها مريحة، كما تتسم المساحة في الداخل برحابة كبيرة، لكن صندوق الأمتع هو حقا صغير في T2. المحرك مركب تحت صندوق الأمتعة، وحتى عام 2005 كان تبريد المحرك بالهواء، وفي نموذجنا لعام 2007 المحرك رباعي الأسطوانات وتبريده مائي. المحرك رباعي الأسطوانات بسعة لتر فاصلة 4 وبقوة 78 حصانا، سرعته القصوى 130 كيلومترا في الساعة. حتى لو كان مظهر T2 يلمح بأنها أولد تايمر، إلا أنها طورت في البرازيل مع الوقت، وتم تزويدها بمحرك ثنائي التكافؤ يعمل بالبنزين والإيثانول. هذه هي الصور الأخيرة لعملية الإنتاج في مصنع فولكس فاجن في البرازيل
بالقرب من ساو باولو، وقد التقطت في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2013. ورغم أن محرك تي 2 تم تطويره، إلا أن باقي التجهيزات الفنية بقيت على حالها. لم يتمكن المهندسون من إدماج الوسائد الهوائية ونظام منع غلق العجلات ABS، وهذا ما أدى إلى إنهاء تصنيع تي 2 البرازيلية بعد 56 عاماً من إنتاجها. النسخة الأخيرة من تي 2 حملت رقم 1200، وتمت إعادتها إلى ألمانيا الموطن الأصلي والمكان الأنسب لها لما تحظى به من شعبية كبيرة لدى الألمان. وحتى في موطنها الثاني لن تختفي تي 2 بسرعة، وستبقى حتما حاضرة في شوارع البرازيل في السنوات القادمة.